اتحاد طنجة الغابوني أكسيل ماي يبحث على ثنائية في هذه المباراة، وهدف ثالث منذ بداية الموسم أكسيل ماي، وهدف الهدف الرابع لفائدة فريق اتحاد طنجة، وثنائية للغابوني أكسيل ماي اللي كيتمكن ماي لاحظوا يسدد بقوة الحارس سفيان مرحول لمس الكرة بالرجل، ولكن كرة عنقت شباك، هدف رابع لفائدة فريق اتحاد طنجة اللي كيحاول يفجر كل إمكانياته في هذه المباراة، وعناق مع الإطار الوطني جعفر الكيك وأكسيل بي كتبوا الفرحة، فرحة كبيرة لهدف فريق الموسم الماضي. حط طنجة بدات الدفاع الحسني لشباك سيمن مصوفا، وتد محاولة الدفاع الحسني الجديدي. إذن تيم سويت تامس قاروت عبد الفتاح حدراف تاكز من تيم سويت الدفاع الحسني الجديدي، دقة 66 عند سيتي أمرقيد، محاولة جول الدفاع الحسني الجديدي. إذن سنات المسويتين الدفاع الحسني الجديدي، إذا أربعة اتحاد طنجة.